إذن نستكمل موضوع نقاشنا مع الأستاذ والخبير في الشأن الطاقوي أحمد طرطار حول آخر المستجدات الملف الطاقوي بعد تصريح وزير الطاقة النيجيري تيمبري سلبا في مقابلة لسي بي سي العربية حول بداية إنجاز أنبوب توريد الغاز العابر على الجزائر. أستاذ، كنا قد سألناكم حول ما هي الجدوى الاقتصادية على هذا المشروع على الجزائر. هي جدوى إيجابية. لماذا؟ لأنه تفعيل هذا الأنبوب سيمكن أولا من توسعة مجال التعاون بين الجزائر والدول الإفريقية، ومن خلاله يعني فتح بوابة أكبر فأكبر بالنسبة للتوكل الجزائري صوب إفريقيا، من خلال يعني برنامج الرئيس اللي أكد على ضرورة الالتفات إلى إفريقيا باعتبارها سوق واعدة في المجالات المختلفة لا سيما في مجال النفط والغاز. ثم أن هذا الغاز سيمثل نقدر نقول توازيا مع الغاز الذي يذهب من الجزائر صوب أوروبا سواء عبر خط تونس لإيطاليا أو عبر الخط السابق المغرب إسبانيا والخط الحالي الخط البحري. سيعزز هذا التعاون بين الجزائر وبقية الدول الأوروبية بما يؤدي إلى إحداث مكانة مرموقة للجزائر في السوق الغازية، وهي الآن تحتل مكانة مرموقة إيجابية، لكن سيعزز من هذه المكانة ويعطيها إمكانية تنافسية إيجابية سواء ما يتعلق بالسوق البترولية أو السوق الغازية. طيب أستاذ طرطار، ربما على ماذا يتوقف نجاح هذا المشروع الطاقوي الهام للجزائر؟ هذا لا يتوقف على أولا يعني تفعيل الدبلوماسية الطاقوية بشكل إيجابي بما يؤدي إلى الانتقال من هذه الوعود الأولية أو الاتفاقات المبدئية إلى تكريس الاتفاق واقعي. يعني حتى لكلام السيد الوزير كأنه أعطى الأولوية للجزائر في اعتماد الخط الأول، ثم الخط الثاني راح يمر على أوغندا وعلى السنغال على المغرب. وبالتالي احنا ما دام استخدمنا بهذه الإمكانية اللي احنا راح نجسد الخط الأول اللي هو يربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر، لابد من الدبلوماسية الطاقوية أن تفعل مفعولها وأن تقدم البدائل المتاحة، خاصة نعرفوا اللي هناك توغل لسواقرات في السوق في نيجيريا من خلال طبعا البترول، ويمكن أن تتوغل من خلال الغاز، وبالتالي تمكن هذه التجربة الرائدة التي اطلعت بها سواقرات على مدار سنين سابقة من تتويج هذا الاتفاق وبالتالي نقله إلى واقع معيش، ثم من خلاله أنه يتم بالتالي فتح بوابة على نيجيريا نيجر باعتبارها ستستفيد، ثم من خلاله إلى بقية الدول الإفريقية. وعندئذ ستكون للجزائر المكانة المثلى المرموقة بين ثنايا هذه الدول، وسيتم تفعيل يعني ما يسمى بالنضال يعني يعاد تجديده وتفعيله، وكذلك السلطة الإفريقية الواعدة، وكذلك من يعني نصوص الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالتعاون الجنوبي. طيب أستاذ طرطار، نتحدث عن الأسواق العالمية فيما يخص المادة الحيوية مادة الغاز، يعني أسعار تاريخية وقياسية تسجلها الأسواق العالمية مؤخرا، ربما هي فرصة للجزائر لزيادة إمداداتها، كيف ترون مؤخرا هذه الأرقام التي كشفت عنها معظم المؤشرات العالمية والتقارير الدولية؟ نعم، هي نقول طرها أو برهة تاريخية فاصلة بما يؤدي إلى أن الجزائر تستفيد من هذه الطفرة التاريخية باعتبار الزيادة المهولة الآن في أسواق الغاز، رغم أن الجزائر تبيع وفق صيغة يعني البيوع الآجلة، وبالتالي هي محددة من خلال اتفاقات مواطنية معينة، لكن تستطيع أن توسع من هذا التعاون وتوسع من هذه التدفقات سوى أوروبا وتستفيد، خاصة في ظل الجو السياسي الجيوسياسي الملائم من خلال يعني الإشكال القائم بين روسيا وبين الاتحاد الأوروبي. طيب كيف تتوقعون ستكون ربما ستكون بورصة أسعار الغاز ربما في الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء مؤخرا؟ نعم، هي كل التقارير تفيد باللي يعني هناك زيادة مضطردة في هذه المادة، وأن هناك نقدر نقول استهلاك واسع لهذه المادة. لماذا؟ لأن البدائل الأخرى اللي تمت اللي راحلت عليها أوروبا في
فيما يتعلق بالطاقات البديله لم تستطع ان تعوض الغاز والبترول، وبالتالي مع بدايه يعني فصل الشتاء وبدايه ملامح يعني البروده المواكبه لهذا الفصل ستضطر اوروبا للتزود اكثر فاكثر من هذا الغاز في ظل التناقض بينها وبين روسيا فيما يتعلق بالتزود بالغاز الروسي، مشكله اوكرانيا وغيره. اعتقد باللي امام الجزائر فرصه سانحه للغايه بحيث انها تمكن من او تتمكن من خلال تفعيل عمليه تفاوض وعمليه يعني التحاور مع الشريك الاوروبي بما يؤدي الى زياده امداداتها صوب هذا السوق، وتستفيد بالتالي من هذه الطفره في السعر اللي هي ربما ستمتد لاكثر من 6 أشهر على الاقل. إذن هو شيء إيجابي ربما سيكون على الاقتصاد الجزائري، لكن السؤال اليوم هل تستطيع الجزائر تلبية ربما كل المتطلبات من السوق الأوروبية؟ نعم، الجزائر تتوفر احتياطي إيجابي جدا، ثم أنها لها إمكانية التوصيل عبر الأنبوب البحري وعبر الأنبوب الأول اللي هو يمر على عبر إيطاليا، وبالتالي تستطيع انها يعني تلبي هذا الطلب المتزايد في الاجل القصير اللي هو راح يمتد على 3 أو 6 أشهر، وعندئذ ستستفيد من هذه الزياده المطلوبه في الاسعار. في ذلك الحين هي بصدد توسعه في التنقيب والبحث عن الغاز، وفي ذلك الحين يعني هذا الاتفاق اللي هو موعود بينها وبين نيجيريا سيمكن ايضا من ان تستفيد الجزائر من هذا الامداد صوب اوروبا من خلال الغاز النيجيري لمحل. نعم، نتحدث نبقى دائما في ذات السياق، ربما نتحدث أستاذ طرطار عن الدبلوماسية الاقتصادية الطاقوية. مؤخرا رأينا وزير الطاقة والمناجم ربما يستقبل العديد من السفراء، هذا تنشيط للدبلوماسية الاقتصادية الطاقوية، كيف ترون هذه التقنيات الحديثة التي تتخذها الوزارة الوصية؟ هي نقدر نقول باللي وزارة الطاقة من خلال الدبلوماسية الطاقوية بدأت تبلي البلاء الحسن منذ اتفاق المشهور بتاع أوبيك بليس أو مجموعة المنتجين الكبار يعني خريف 2017، ثم توج في خريف 2018، واللي من خلال الآن تستقر أسعار البترول واللي هي يعني ناهزت 70 إلى 75 دولار، وهو بالتالي سعر يلبي كل نسبية رغبات الدول المنتجة لا سيما روسيا والجزائر ونيجيريا وبقية الدول الأخرى اللي هي عندها تأثير على السوق الأوبك بلس. وعندئذ فلما نجحت هذه الدبلوماسية الطاقوية فيما في مجال النفط، الآن يمكن أن تنجح في مجال الغاز لماذا؟ من خلال التوسع في استقطاب هؤلاء المنتجين وبعث شبه بروتوكول اتفاق فيما بينهم جديد، والسيطرة والتحكم في السوق بملاء، خاصة أن الجزائر لها الباع الإيجابي ولها السمعة أيضا، لأن حتى السمعة تلعب دور رائد فيما يتعلق سواء على المستوى الإفريقي ولا على المستوى العربي باعتبار قطر ولا على المستوى الدولي باعتبار روسيا وبقية الدول الأخرى المنتجة. نعم، الخبير في عشان الطاقوية الأستاذ أحمد طرطار، نشكرك على كل الشروحات التي قدمتها لنا. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم ربما إلى خبر آخر الآن وفي شأن الفلاحي، أو نصل إلى ختام تفاصيل الموعد الاقتصادي ونعود للزميل أحمد بوطاف لاستكمال بقية الأخبار. شكرا لك مروة على ما